بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لخص الإمام البخاري رحمه الله حديث جبريل بهذه الترجمة، وبين المراد من إيرادها في هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام والإيمان والإحسان كله من الدين، كله من الدين. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن الإيمان وعن الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام وهو أعمال، أعمال جوارح، وجعل الإيمان وهو من أعمال القلب، وجعل النطق بالشهادتين أن تشهد أن لا إله إلا الله، جعله من الدين. كل هذا من الدين، والدين والإيمان والإسلام بمعنى واحد، بمعنى واحد. فهذا واضح في الرد على المرجئة الذين يفصلون الأعمال عن الدين. المرجئة كثير الفرق، لكن تتلخص فرقهم في أربع. الفرقة الأولى الجهمية، الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، حتى ولو لم يعتقد، ولو لم يعتقد، مجرد المعرفة بالقلب هذا هو الإيمان. هذا قول الجهمية، وهذا أضل مذاهب المرجئة. قول الثاني أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ولو لم يتكلم ولو لم يعمل، وهذا قول الأشاعرة. القول الثالث أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية. القول الرابع هو أقربها، أن الإيمان هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب، وهذا قول مرجئة الفقهاء، قول باللسان واعتقاد بالقلب. وكلهم مجمعون على إخراج العمل من الإيمان. نعم. أحسن الله لكم الشيخ. حديث قتيبة أشرتم بإرجائه إلى اليوم، نعيده فقط. حديث قتيبة، حديث قتيبة في الباب السابق نعيده. إيش؟ طلبتم إرجائه إلى اليوم، الحديث السابق في الباب الأخير، نعيد قراءته ثم هذا الباب إن شاء الله. أي حديث؟ قتيبة بن سعيد: فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت. طيب، ورا ما جبته من الأول؟ نعم، سهونا عنه. طيب، نعم. قال رحمه الله تعالى في الباب السابق: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس.
نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر أصحابه، خرج يعني من بيته يريد أن يخبر أصحابه بليلة القدر في أي ليلة هي. فحصلت خصومة، تخاصم عنده رجلان فشغلاه عن بيان ليلة القدر، ثم نسيها صلى الله عليه وسلم، رفعت يعني نسيها، رفعت من ذاكرته، لا أنها رفعت من رمضان، لا، رفعت من ذاكرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل في ذلك خيرا، لأنه إذا خفيت عليهم وعندهم رغبة في الخير سيكثرون من قيام الليل وفي كل الليالي من أجل التماسها، فيحصل لهم زيادة أجر وخير. فإخفاؤها أحسن لهم من بيانها، لأنهم لو بينت اقتصروا عليها، فإذا أخفيت وعندهم رغبة في الخير فسيقومون كل الليالي رغبة في مصادفتها، فيحصلون على قيام رمضان كله كاملا. هذا هو الخير، يحصل لهم قيام رمضان ويحصل لهم قيام ليلة القدر، أليس هذا خيرا؟ هذا خير. والله جل وعلا أخفاها لحكمة، لأجل أن يجتهد المسلمون في كل رمضان، ولأجل أن يتميز الراغب في الخير من الكسلان. كسلان اللي يقول أنا ما نبقى من إلا ليلة القدر، ما دامت عينت نبقى من الله. أما الراغب في الخير فإنه يقوم كل رمضان رغبة في الخير. نعم. ثم قال التمسوها في سبع البواقي، والتسع أو التسع، يعني في العشر الأواخر، تمسوها في العشر الأواخر. وفي الأوتار آكد، أوتار العشر الأواخر آكد، يعني 21، 23، 25، 27، 29، هذه الأوتار. تعرفون العدد الزوجي والعدد الفردي ولا بعد ما تعرفونه؟ هذا عند الحساب، عند الحسابي، عدد زوجي وعدد فردي، هو الوتر، الفردي هو الوتر والزوجي هو الشفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. في حديث جبريل سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام على حدة، وأنه خمسة أركان ظاهرة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان عملية ظاهرة على الجوارح واللسان. ثم سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان باطنة في القلب، الإيمان، فلابد من اجتماع الأركان الظاهرة والأركان الباطن. ما يكفي الإسلام بدون إيمان، ولا يكفي الإيمان بدون إسلام. فذكر الدين بأركانه الظاهرة والباطنة.
فمن العلماء من يقول الإسلام والإيمان شيء واحد، كالإمام البخاري رحمه الله جمع من الأئمة يرون أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، والجمهور على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان. الإسلام هو الأركان الظاهرة، والإيمان هو الأركان الباطنة، أركان الإيمان الستة. والدين هو الجمع بينها، الدين هو الجمع بينها، الأركان الظاهرة والباطنة. ويقولون كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون مسلم فقط يستسلم ويصلي ويصوم لكن ما عنده إيمان، مثل المنافقين. المنافقون يستسلمون ويصلون ويزكون ويعملون الأعمال الظاهرة تقية، وهم ما عندهم إيمان في قلوبهم والعياذ بالله، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فقد يكون مسلما ولا يكون مؤمن، خلاف المؤمن فإنه لا بد أن يكون مسلما. ولهذا يقولون بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، وكل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمنا. المسلم قد يكون مؤمنا وقد يكون غير مؤمن، أما المؤمن فلا يكون إلا مسلما، فبينهما فرق. ويقولون إذا ذكر جميعا صار بينهما فرق، صار الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال القلبية، كما في حديث جبريل إذا ذكر جميعا، إذا ذكر واحد منهما دخل فيه الآخر، إن ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، وإن ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان. هذه قاعدة افهموها، هذه قاعدة افهموها. هذا هو قول الجمهور، الفرق بين الإسلام والإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة إن فلانا مؤمن، قال أو مسلم، ثم عاد قال فلان لما لا تعطي فلان وهو مؤمن، قال أو مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر هذا الصحابي على أن فلان مؤمن، بل يقول مسلم، والمسلم قد يكون مؤمنا وقد يكون غير مؤمن، فلا يمنح الإيمان إلا بعد تحقق الأركان الخمسة والستة، يمنح حينئذ الإيمان، وإلا يقال هو مسلم. الله أعلم هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن، الله أعلم. هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذا ليس هذا محله الآن، لكنه للفائدة فقط، وإلا محل هذا أن البخاري رحمه الله استدل بحديث جبريل على أن الإسلام والإيمان والإحسان كله داخل في الدين. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فدل على أنه لا دين إلا بالإسلام ولا إسلام إلا بالإيمان، والإحسان فوق الاثنين مرتبة عليا، الإحسان مرتبة عليا. فالإنسان يتدرج أولا مسلم، ثم يكون مؤمنا، ثم يكون محسنا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟
قال الإيمان أن تؤمن بالله. أتاه جبريل ولا رجل؟ قال هنا فأتاه جبريل. نعم. فقال ما الإيمان؟ في نسخة رجل. إيه رجل. نعم. رواية في نسخة أخرى. نعم. فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ إيه يعني معنى رجل هو جبريل. فسر الرواية الأخرى تفسر الرجل من هو. نعم. وجبريل هل هو رجل ولا ملك؟ ها؟ يقول هنا رجل. نعم. في صورة رجل ولا هو ملك، والملك لا يأتي للناس بصورة الملكية، ها؟ لا يطيقون ذلك، لا يطيقون رؤية الملك، فيأتيهم بصورة رجل من أجل ألا ينفروا منه. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الملكية إلا مرتين فقط، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه ليلة المعراج في السماء، ورآه المرة الأولى في الأرض حينما ضايقه قومه وخرج من بينهم يفكر وين يروح وين، وإذا بصوت فوقه فرفع رأسه فإذا جبريل على صورته بين السماء والأرض. هذا في بطحة مكة، هذه المرة الأولى. ها؟ المرة الثانية ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وإلا باقي الحالات فإن جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويخاطبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. نعم، هذا الإيمان. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤدي الزكاة. أن تعبد الله ولا تشرك به، هذا معنى الشهادتين. نعم. وتقيم الصلاة. نعم. وتؤدي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ هذه أعمال ولا ما هي بأعمال؟ هذه أعمال، كلها أعمال جوارح ولسان. نطق بالشهادتين هذا عمل اللسان، الصلاة والزكاة والقيام، وهذه كلها أعمال جوارح. نعم. والصيام. نعم. والحج، هذه كلها أعمال جوارح. نعم. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. إذا حقق الإنسان هذه المراتب الإسلام والإيمان فإنه يرتقي إلى الإحسان، مرتبة أعلى شيء. والإحسان ما هو؟ الإحسان في الأصل الإتقان، إتقان الشيء، يقال يحسنه يعني يتقنه إتقانا. فالذي يتقن الدين هذا محسن ولا لا؟ اللي يتقنه إتقانا هذا يقال محسن. كيف يكون محسن؟ أن يعبد الله كأنه يراه، يعني يكون عنده يقين قوي بالله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن يراه فإنه يعتقد أن الله يراه ويراقبه. هذه المرتبة الثانية من الإحسان. المرتبة الأولى أن يبلغ كأنه يشاهد الله عز وجل من قوة اليقين والإيمان. المرتبة الثانية إذا لم يصل إلى هذه المرتبة فإنه يعلم أن الله يرى، فيحسن العمل ويتأدب مع الله عز وجل لأن الله يراه. نعم. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه قوة اليقين. نعم. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أما الساعة فالرسول ما عنده جواب. ليه؟ ليه ما عنده جواب؟ لأن الله أخفاها فلم يطلع عليها أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لا يعلم متى تقوم الساعة
إلا الله سبحانه وتعالى. أما العلم بأنها ستقوم الساعة، ها؟ العلم بأنها ستقوم الساعة هذا كل يعلمه من المسلمين، لكن وقت القيام، وقت القيام تحديد قيام الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله، فأخفاها سبحانه وتعالى. لذلك جبريل لما سأل محمد صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها وهو محمد بأعلم من السائل وهو جبريل، كلانا لا يعلمها، أنا وأنت لا نعلمها. وهكذا ينبغي للمسلم إذا لم يكن عنده جواب للمسألة أن يقول الله أعلم. نعم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. أما أشراطها علاماتها الآيات التي تدل على قرب قيامها فهذه معروفة، بيّنها الله سبحانه وتعالى لنا، بيّنها لنا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا علامتين، علامة الأولى أن تلد الأمة قبتها، والعلامة الثانية أن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، البادية اللي تسكن في بيوت الشعر وفي الصحارى في آخر الزمان تتحضر، تسكن المدن وتبني عمارات وأدوار، هذا من علامات الساعة، هذا موجود الآن ولا ما هم موجود؟ يمكن بعضكم بدو أنتم، ها؟ نعم. وسأخبرك عن أشراطها. نعم. إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها، رواية ربتها يعني سيدتها، أو ربها يعني سيدها، كيف يكون هذا؟ قالوا يتسرى بأمة في آخر الزمان، يكثر الجواري والمملوكات فيكثر التسري فتلد هذه السريات من سادتها. المولود هل هو حر ولا عبد؟ حر. الأم عبدة مملوكة، فتكون يكون المولود حرا والأم مملوكة، هذا من علامات الساعة، هذا من لأنه يكثر، ولا هذا موجود في الأول لكنه يكثر في آخر الزمان. نعم. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. أه؟ وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، البهم يعني التي لا تنطق، الإبل بهم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لأنها لا تنطق. نعم. في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي في خمس لا يعلمهن إلا الله، مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي؟ هي المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم. هذه لا يعلمها إلا الله، ومنها أولها علم الساعة أي قيام الساعة. نعم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. نعم. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال نعم. قال ردوه يبي يبين لهم، اطلبوا الرجل عندهم ما بعد راح، دوروا ما لقوا واحد، رجعوا إلى الرسول قالوا ما فيها، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في بعض الروايات طلع علينا رجل شديد بياض الثياب
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. سبحان الله، شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، هذا يدل على أنه من أهل المدينة، ولا يرى عليه أثر السفر حتى يقال هذا جاي من بعيد، وليس هو من أهل المدينة، لا هو مسافر ولا هو من أهل البلد، هذا عجيب. ولا يعرفه أحد، لو كان من أهل البلد عرفوه. هذه غرائب، كلها غرائب. نعم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. قال أبو عبد الله، يعني البخاري رحمه الله، يعني نفسه، قال أبو عبد الله: جعل الإسلام والإيمان والإحسان هو الدين، فدل على أن وهذه فيها أعمال وفيها اعتقادات وفيها نطق وهي الدين، فدل على أن الإسلام والإيمان والدين قول وعمل واعتقاد. هذا رد على من؟ على المرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. حتى يتم، نعم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. نعم. هذا كانت قريش في الجاهلية يتاجرون في الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الصيف إلى اليمن. فرحلوا إلى الشام على العادة، وكان زعيم القافلة أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب. فلما قدموا الشام كان هرقل ملك الروم قد سمع عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الكتاب يعرفون الرسول وأنه سيبعث. فسأل: هل من العرب أحد موجود؟ قالوا: نعم. قال: اطلبوهم. فجاءوا بهم مع زعيمهم أبو سفيان، فأجلس أبا سفيان أمامه وأجلس أصحابه خلفه من أجل أن يسأل أبا سفيان، وهم يردون عليه لو كذب، هم يردون عليه لو كذب. فسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأجابه أبو سفيان، ولم يقدر أن يقول شيء مع عداوته للرسول قبل أن يسلم، ما استطاع أن يقول كلمة كذب. فعند ذلك اعترف هرقل أنه رسول الله، وقال: لو أقدر لذهبت إليه ولا قبلت ما بين عينيه، أو لا أحمل نعليه له. وقال: سيملك ما تحت قدمي هاتين، يعني بلاد الشام. وكل ما سأله أجابه بالصدق، قال: هكذا الأنبياء. وفي النهاية اعترف له بالرسالة وأراد أن يسلم، لكن قومه من النصارى أنكروا عليه، فخاف على ملكه، والعياذ بالله، خاف على ملكه، فحينئذ أعلن عدم إسلامه لأجل الحفاظ على ملكه، صده حب الملك عن الإسلام. لكنه اعترف للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشاهد منه
هذه الألفاظ التي أوردها الإمام. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. باب فض من استبرأ لدينه. نعيد الحديث. جيب لنا حديث. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أن عبد الله بن عباس أخبره. لا تسرع لا تسرع. نعم. سندا. قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ أتباعه أتباع محمد هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. هذا دليل على أنه نبي. لو كان أنه ما هو بنبي كان يتبين لهم أنه ما هو بنبي يتركونه، ولا لا؟ كان يتبين لهم، يغترون بالأول ويتبعونه ثم يتبين أنه ما هو بنبي فيتركونه، مثل ما حصل للمتنبئين. نعم. فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وكذلك الإيمان، هذا محل الشاهد، الإيمان فدل على أن إسلامهم قبولهم للإسلام أنه من الإيمان. نعم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. هل يرتد أحد بعد أن يدخل في سخطة لدينه، يعني كراهية لدينه؟ قال: لا. إن كان أحد يرتد فهذا لأمر دنيوي، ما هو لشيء في الدين، أو أن الدين فيه شيء مكروه منفر، لا، لكن يرتد لأغراض أخرى، إما لطلب الرئاسة، وإما لطلب المال، وإما لأغراض دنيوية كما عند المتنبئين. نعم. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا استقر في القلب فإنه لا يسخطه أحد، لأنه حق، بخلاف الباطل فإنه وإن صدق به الإنسان أول وهلة لكن ينكشف عما قريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكرياء عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هناك محرمات بينة مثل الخمر والربا والزنا والسرقة، هذه بينة يعرفها كل أحد، يعرفها كل أحد إنها حرام، ولا أحد يقول إنها حلال وهو في قلبه إيمان أبدا، ما يقول إلا ملحد ولا كافر. أما مسلم لا أحد يقول إن الربا حلال، ولا يقول إن الزنا حلال، ولا أحد يقول إن السرقة حلال، هذا حرام بين. وهناك حلال بين مثل البيع، مثل الهبة والعطية، مثل الطيبات، الأطعمة الطيبة والأشربة الطيبة، يحل لهم الطيبات، ما أحد يقول إنها حرام، إن قالها أحد هو كافر، يعني يحرم الحلال البين يكون كافر. ولكن هناك أمور مشتبهات ما يدرى هل هي من الحلال ولا من الحرام بسبب خفاء الأدلة فيها، سبب خفاء الأدلة فيها، هذه أكثر الناس ما يعرفها إلا قليل من العلماء،
قليل من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن القليل وهم العلماء الربانيون يعرفونها. إذن ما موقف المسلم من هذه الأمور؟ موقفه أن يأخذ الحلال البين وأن يترك الحرام البين، وأن يتوقف فيما اشتبه عليه فلا يدري هل هو من الحلال أو من الحرام، وهذا ما يسمى بالاحتياط. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا احتياط وورع، يتوقف عما لا يعلمه حتى يتبين له هل هو من الحلال أو من الحرام. أما الإنسان اللي ما عنده مبالاة فإنه يقول ما خلاص ما. كل شيء حلال على هنا، ويأخذه يأخذ المشتبه، هذا ما يقف عند المشتبه في النهاية، يتعداه إلى الحرام، مثل الراعي اللي يرعى عند الحمى، والحمى تعرفون إن بعض الملوك وبعض الرؤساء يحمون لدوابهم أو لدواب الرعية المصالح العامة، يحمون بعض المراعي يحمونها من الناس لترعاها إبل الصدقة أو إبلهم الخاصة، يجي واحد راعي غنم ويلقى هالعشب القريب ولا يدري أنه محمي، ويخلي غنمه حوله، الغنم إذا شافت الرعي تروح لما الرعي والخضار، لأنها ما تدري، والسبب هو راعيها الذي أتى بها حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كان الواجب أن الراعي يبعدها عن الحمى ألا تراه. فهذا مثل الإنسان الذي لا يتجنب المشتبهات، حري به أن يتخطى إلى المحرمات، هذا واضح الحديث. لكن ما علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان؟ ما علاقته؟ علاقته أن أخذ الحلال البين وترك الحرام البين والتوقف المشتبهات هذا من الإيمان، استبرأ لدينه، سماه دين، استبرأ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فسماه استبراء للدين. فالذي يتوقف عن الحرام والمشتبهات هذا استبرأ لدينه، سمى هذا دينا. ولا شك أن من ترك الشبهات، الترك هذا عمل ولا لا؟ الترك هذا عمل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا، استبرأ لدينه، فدل على أن العمل من الدين، نعم، وهو ترك المشتبهات، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. نعم، وأداء الخمس، أداء الخمس هذا عمل، الخمس هو خمس الغنيمة، خمس الغنيمة، هذا الله جل وعلا أمر، لأن الغنيمة ينزع منها الخمس لله وللرسول ولذي القربى، والباقي يقسم أربعة أخماس، يقسم بين الغانمين، للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، يقسم بين الغانمين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فما بقي بعد الخمس هذا يقسم بين الغانمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل أداء الخمس من المغانم، جعله من الإيمان، كما في حديث وفد عبد القيس، نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنه يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد يعني يتعلم منه. نعم. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ وفد عبد القيس هم أهل الأحساء، أهل دارين. نعم. أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، أو قال بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. نعم. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: تدرون ما الإيمان؟ نعم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تبهوا. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم. هكذا ينبغي، اللي ما يعلم يقول ما أدري. نعم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. نعم، هذا يدل على أن الأعمال تدخل في الإيمان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا نطق، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، هذا أعمال، هذه عمل جوارح. تؤد الخمس، هذا عمل. كل هذا بيان للإيمان، فدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. نعم. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم. نعم، هذه ظروف الخمر، عن الخمر يعني، وهذه ظروفه. نعم. عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما هذه أواني الخمر، أواني الخمر، الحنتم والدباء. الدباء القرع اللي تؤخذ إذا تصلبت، يأخذون قشرة ويجعلونه وعاء، يجعلونه وعاء إلى عهد قريب، يجعلونه وعاء للأشياء، ومنها الخمر. نعم. والنقير، النقير هو جذع النخلة، ينقرونه ويجعلونه إناء للخمر. نعم. والمزفت، المزفت. نعم، والمزفت. والمقير هو نفس الشيء، تعرفون القار والزفت. نعم. وربما قال المقير، المقير هو نفس القار، هو الزفت. نعم، يعني مدهون بالقار، يدهنونه بالقار، أو يدهنون الأواني بهذا الشيء لأجل تتصلب، ويضعون فيها الخمر. نعم. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا دليل على أن العالم يبلغ من خلفه، إذا تعلمت شيئا فعلمه لغيرك، وخص أهل بلدك وأقاربك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية. يكفي، هذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، بل أدخل الإسلام في الإيمان، الإسلام أدخله في الإيمان. وكما مر بكم أنه إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولهذا يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا انفردا دخل أحدهما في الآخر. إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، افهموا هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب، يكفي. نعم، بقي بابين شيء. نعم، نقف، بقي بابين نكمل كتاب الإيمان، أحببتم نكمل. ما يمدينا الحين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. طيب أكمل، لكن ما في أسئلة. طيب أكمل ولا نأخذ أسئلة. حفظكم الله، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فدل على أن النية عمل قلب بلا شك،
النية عمل القلب وجعلها من الإيمان. نعم. ولكل امرئ ما نوى. كل امرئ ما نوى من الأعمال من الخير من الطاعات، أو نوى شرا فله ما نوى. نعم. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، لأن هذه أعمال، انتبهوا، النية شرط لكل عمل، النية شرط لكل عمل. دخل فيه الوضوء، لا بد له من نية، ها؟ و الإيمان والوضوء والصلاة، الوضوء عرفنا، والصلاة أيضا تحتاج إلى نية، ما في عبادة إلا وتحتاج إلى النية، إنما الأعمال العموم، إنما أعمال بالنيات. أما لو قام وركع وسجد ولا نوى صلاة ما تصير صلاة، وإن كانت أعمالها أعمال الصلاة. كذلك لو توضأ غسل أعضاءه على صفة الوضوء لكنه لم ينوي الوضوء، لم يرتفع حدثه، عمله بدون نية ما يعتبر. نعم. والزكاة، زكاة لو أنه طلع مال، لو أنه طلع مال وقال بعدين خلوا زكاة، طلع مال ما نواه شيء، نواه تبرع ولا نواه يعني معروف أو منفعة لأحد، ثم تذكر عليه زكاة، فها أجعل المال اللي أعطيته فلان أجعله زكاة، نقول لا، فات عليك، ما نويته يوم تدفع، ما نويته، الأعمال بالنيات، أنت ما نويته عند الدفع أنه زكاة. نعم. والحج، الحج لو أنه راح لمكة ووقف بالمشاعر أيام الحج وأدى أعمال الحج لكن ما نوى حج، يتفرج ولا يمشي مع الحجاج فقط، يبي يتفرج وللاطلاع كما يقولون، ما له حج هذا لأنه ما نوى. طيب طاف بالبيت وسعى ووقف بعرفة وفي مزدلفة وفي منى ورمى الجمرات، لكن كل هذا للاطلاع، ما يعمله مع الناس للاطلاع ولا نوى حج، ما يصير له حج. نعم. والصوم، الصوم لو ترك الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب وهو ما نوى العبادة ما يصير للصيام. افرض أنه مريض وصام يريد العلاج، أو الطبيب منعه من الأكل والشرب ومر عليه يوم كامل من طلوع الشمس إلى الغروب ولم يأكل ولم يشرب بموجب أمر الطبيب، هذا ما يصير صوم شرعي، هذا صوم لغوي. نعم. والأحكام، سائر الأحكام كلها لابد من النية، إنما الأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، ما يروح يقول ترى الصلاة تشترط لها النية، ترى الزكاة تشترط لها النية، ترى الوضوء تشترط لها، ما قال هكذا، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يندرج تحته كل العبادات بلفظ وجيز، هذا بلفظ وجيز. نعم. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، على شاكلته على نيته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كل يعمل، لكن اللي يعمل بدون نية لا يكون عمله عبادة ولا يؤجر عليه حتى يكون له نية العبادة. نعم. قال نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، الرجل يجب عليه أن ينفق على أهله، على زوجته، هذا واجب، أن ينفق الزوج على زوجه، ولو أن زوجته غنية، لو عندها أموال نفقتها على زوجها، هذا شيء واجب عليه. إذا احتسب الأجر في إطعام زوجته صار صدقة،
يؤجر عليها حتى ما تجعله في امرأتك، يصير صدقة إذا نويته واحتسبته يكون صدقة. نعم. وقال: ولكن جهاد ونية. جهاد ونية، يعني لو قاتل بدون نية الجهاد ما يصير جهاد. جهاد ونية، فجهاد بدون نية لا يكون جهادا شرعيا له فيه أجر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جاء بالقاعدة العامة، فقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم طبقها على هذا المثال الهجرة. الهجرة وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين، هذه الهجرة. لو واحد انتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين بدون نية الهجرة يكون مهاجرا؟ لا، ليس له أجر الهجرة لأنه ما نوى. لو نوى غير الفرار بالدين، لو نوى بالهجرة والانتقال غير الفرار بالدين، لامرأة ينكحها، ها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها. واحد انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل فلانة يتزوجها، ويقال إن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة يريد الزواج بامرأة يقال لها أم قيس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، تجارة، أخذ صدقات، جمع مال، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، مهاجر للدنيا أو مهاجر للنساء، وليس مهاجرا إلى الله ورسوله لأنه لم ينوي هذا. فصار هذا الرجل يسمى مهاجر أم قيس. نعم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها. ومناسبة إيراد حديث النية بعد ما سبق من الأعمال، سبق أعمال كثيرة، إيراد هذا الحديث أو هذه الأحاديث في النية ليذكر المسلم على أن هذه الأعمال السابقة لا تحتسب عند الله إلا بالنية. هذا مناسبة ذكر النية في آخر كتاب الإيمان، لما ذكر أن الأعمال كلها تدخل في الإيمان بيّن أنه لا يعتبر من الأعمال التي تدخل في الإيمان إلا ما كان بنية. نعم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. نعم، مع أنه واجبة عليه، ملزم بها، لكن إذا اعتبرها تقربا إلى الله وأداء للواجب عليه صار صدقة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري. فالنية حولت الشيء العادي والعادة تحولها إلى عبادة. نعم. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. تبتغي وجه الله، شوف هذه النية، تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها، حتى النفقة الواجبة عليك إذا نويتها تقربا إلى الله صارت عبادة، صار أجرها لك. نعم. حتى ما تجعل في امرأتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. النصيحة عمل، الذي ينصح الناس ويذكرهم ويعظهم هذا عمل يدخل في الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، فجعل النصيحة من الدين. والله جل وعلا قال: إذا نصحوا لله ورسوله. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. الجهاد واجب، الجهاد واجب في سبيل الله، إذا استنفر ولي الأمر استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استنفرتم فانفروا، واجب هذا. لكن الله عذر الضعفاء والمرضى، وعذر الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون في الجهاد في سبيل الله، لا يجدون رواحل، لا يجدون زادا، عذرهم الله في القعود عن الجهاد، لكن بشرط: إذا نصحوا لله رسوله، ما قعدوا كسلا أو عجزا، وإنما قعدوا مع نيتهم الجهاد، مع نيتهم الجهاد، لكن حبسهم العذر. هؤلاء لهم أجر المجاهدين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن قوما بالمدينة وهم في سفر في جهاد، أخبرهم أن قوما بالمدينة ما زالوا معهم، ما قطعوا واديا ولا إلا وهم معهم. لماذا؟ حبسهم العذر، لكن نيتهم الجهاد لو تمكن. فهم جاهدوا بنيتهم، وإن لم يجاهدوا بأبدانهم لما حبسهم العذر. أدل على أن النية لها مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يعمل إذا كان هذا لعذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم أدل على أن النصح يبايع عليه، لأنه من الأعمال، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل النصح. ما تقول أنا ما علي من الناس واللي يفسد بكيفه واللي أنا ما علي إلا من نفسي، لا، هذا ما يجوز. عليك أن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، عليك أن تدعو إلى الله، عليك أن تنصح وتذكر، هذا واجب عليك، هذا من الدين، داخل في الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد
فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أميرا على الكوفة، أميرا على الكوفة، فمات رضي الله عنه. نصحهم هذا الصحابي الجليل بأن يبقوا على السمع والطاعة، وأن يستعفوا لأميرهم ويطلبوا له العفو والمغفرة، هذا من النصر. ثم أخبر أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة ما بايع عليه النصح، دل على أن النصيحة أمر مهم وأنها من الدين. الدين النصيحة، الدين النصيحة، والنصيحة عمل، يعني تنصح بالقول وبالفعل نعم. أحسن الله إليكم. انتهى كتاب الإيمان. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.